قرارين للنائب العام المستشار هشام بركات، اولهما طبعا يعني يخص الرئيس المعزول محمد مرسي وتسعه اخرين، حيث احالهم الى محكمه الجنايات بتهمه التخابر مع قطر. قلت لكم رئيس متخابر والله العظيم من الاول، قلنا ان هو جاسوس ومتخابر. المهم يعني بيان النيابه العامه بيقول ان تحقيقات نيابه امن الدوله كشفت ان الرئيس المعزول استغل منصبه واختلس اسرار الامن القومي المصري بمساعده مدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص امين الصرفي، وسلموها للمخابرات القطريه ومسؤولي قناه الجزيره عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار. لو تذكروا السيد وزير الداخليه كان اذاع فيديو لاعترافات البعض اللي كان فيهم ابنه امين الصرفي دي، اللي كان لما خدوا الورق من الرئاسه ودول امين الصرفي، ثم تم بعد كده توصيلها للمسؤولين في قناه الجزيره. التحيات اكدت واختلاس بعض وثائق رئاسه الجمهوريه واسرار الدفاع القومي والتخابر، وانه ايضا بتقول التحيات ان مرسي استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعه الارهاب الاخوان في وظائف حساسه بمؤسسه الرئاسه، منهم احمد عبد العاطي وامين الصرفي. وبعد تصاعد الغضب الشعبي تجاه جماعه الاخوان، قام بتسريب ما هذه الوثائق لجهاز المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة. طيب أيضا في أعتقد بيان آخر للنيابة بيتحدث عن قضية المثليين. فاكرين هذه القضية اللي كان في فيديو شهير، ادي الفيديو اهو، احنا بس مخبيين وشوش الناس، يا ساتر. فيديو عن زواج، ده هذا الفيديو انتشر عن زواج مثليين على يعني احد المراكب وزغاريت وكلام من ده. الفيديو ده احنا كلنا افتكرناه يعني هزار، وافتكرناه انه ليس حقيقي، لكن بالتحقيقات النائب العام استطاع ان هو عن طريق هذا الفيديو ان هو يعني يقبض على الناس، او يعني الداخلية قدرت انها تقبض على الناس، وتم التحقيق وبالفعل احيلوا للجنايات. خلونا نسمع من زميلنا ابراهيم قاسم تفاصيل، رئيس الشؤون القضية باليوم السابع، تفاصيل القضيتين، قضية مرسي، بس ابتدي لي بقضية المثليين لو سمحت يا ابراهيم. هو بالفعل النائب العام النهارده امر بسرعة احالة المتورطين في حفل زفاف الشواذ الجنسي الى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب افعال فاضحة ومخلة ومخالفة للتقاليد والعادات الدينية للمصريين. بالفعل هؤلاء المتهمين كانوا قد اقاموا حفلا يعني لزواج مثاليين في على باخرة نيلية باستخدام يعني استخدم خواتم في تلبيس الخاتم ل يلبسوا بعض الخواتم الفرح يعني خواتم الفرح. يا للهول يا للهول، يعني قصه غريبه جدا، وكانت لا هي قصه غريبه بس انها بتحصل في مصر، يعني احنا بنشوفها طبعا في العالم كله، لكن احنا عندنا بنتخيل ان احنا مجتمع يعني تمام. ايوه هو بالفعل، وكان النائب العام اصدر بيان بانه استعرض مقطع الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، وتبين انه كان تجمع لشباب من الذكور كان بهدف الاحتفال بارتباط احدهم باخر في مشهد مخزي ومؤسف للعادات والتقاليد المصريه. وبالفعل تمكنت الاجهزه الامنيه من رصد 9 شخصيات من هؤلاء المتهمين، وتم القبض عليهم واعترفوا وتم استجوابهم، واسند اليهم ارتكاب جرائم التحريض على ممارسه الفجور ونشر صور مخله بالحياء العام، وتقرر حبسهم وعرضهم على الطب الشرعي لبيان يعني الجرائم التي ارتكبوها، وامر النائب العام بسرعه احالتهم للمحاكمه العاجله. ده بالنسبه لقضيه حفل الشواذ الجنسي. اما بالنسبه لقضيه مرسي، فبالفعل النائب العام اصدر النهارده قرار باحاله الرئيس الاسبق محمد مرسي وعشر متهمين اخرين في اكبر قضيه يعتبرها او وصفها النائب العام بانها قضيه اكبر قضيه خيانه وجاسوسيه في تاريخ مصر، حيث ان الرئيس المعزول تلقى تعليمات من التنظيم الدولي في الخارج بان يقوم بتسريب ما يطلع عليه من مستندات ووثائق تخص الامن الوطني الى جهاز المخابرات القطريه،
وبالفعل تمكن الرئيس المعزول عن طريق احمد عبد العاطي مدير مكتبه وسكرتيره الخاص امين الصرفي من نقل معلومات شديده الخطوره عن القوات المسلحه واماكن تمركزهم وطبيعه التسليح وسياسه الداخليه وايضا عن قناه السويس. وكل هذه الوثائق تم تسريبها الى نجله ايمن الصرفي والتي قامت بنسخها وطبعها عن طريق يعني وسائط الكترونيه بمساعده بعض المتهمين الاخرين، وقاموا بالفعل بتسريبها الى قطر وتسلموا مبلغ مليون جنيه مليون دولار عن طريق شركه شهيره لتحويل الاموال. و مليون دولار بس؟ يعني بتسربوا البتاعات بمليون دولار بس؟ مليون دولار بالفعل هم اتفقوا على ان يتم مليون دولار. ايه يا جماعه؟ مليون دولار، وبالفعل سلموها الى ضابط مخابرات، وبالفعل تم رصد هؤلاء المتهمين وهم يلتقون بضابط المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحه. واعترف المتهمين الذين تم القبض عليهم وهم احمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل واحمد اسماعيل وكريم الصرفي تفصيليا بجرائم المنسوبة إليهم، وبالفعل أمر النائب العام بحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات بتهم الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وأيضا ارتكاب عمل يضر بالأمن القومي للبلاد. شكرا إبراهيم قاسم زميلنا رئيس قسم الشؤون القضية باليوم السابع. الحقيقة يعني منزعجة جدا طبعا من هذا الفيديو ومن قصة جواز المثليين. دايما بنتخيل مصر دولة محافظة، مصر دولة متدينة، لكن عايزة بس أقول الجزء في القصة دي إنه، وده أعتقد لازم حلقة كاملة نناقش فيها هذه القصة ونكشف فيها عورات هذا المجتمع، نناقشه لماذا هذه الظاهرة، كيف نعالجها، إزاي نحمي ولادنا. دي قضية مهمة جدا ولازم ما نختفيش، يعني ما نخبيش راسنا في الرمل ونقول لا ده مش حقيقي، لا ده حقيقي وإحنا عارفينه وشايفين وحوالينا كتير من زمان، مش النهاردة، في القصص، في الروايات، في كل حاجة، في السينما حتى، يعني دي أشياء بينا. لكن المشكلة دلوقتي إن المجتمع الدولي بيتكلم يتحدث عن حقوق المثليين كأنها يعني حق ثابت وراسخ والاعتراف بهم وبالزواج، ده قضية من قضايا أمريكا اللي هي القضايا الانتخابات. والمجتمع الدولي يريد أن يطبق هذه المبادئ على المجتمع المصري. يعني أنت لو طلعت في المجتمع المصري قلت أنا أعترف بحقوق المثليين، فجأة هتلاقي المجتمع الدولي بيشوف أن أنت دولة ديمقراطية، هيعتبر ده جزء من الديمقراطية في مصر. ده موضوع لازم يتناقش، ما يريده المجتمع الدولي، حدود المجتمع المصري، قواعده الأخلاقية والدينية، الدينية أولا والأخلاقية ثانيا، ثم ثالثا القضية الصحية نفسها والجنسية نفسها، إزاي نقدر نتعامل معها، إزاي نقدر نحمي ولادنا، إزاي نقدر نتعامل مع هذه القضية، إيه حدود الحق والواجب هنا، إيه حدود وجودهم داخل المجتمع، نتعامل إزاي، طب ده مرض، طب ده إيه. أعتقد أن احنا محتاجين أن احنا نفرد حلقة لهذا الأمر. ده موجود في المجتمع، علينا أن نتعامل معه ونشوف نقدر نتعامل معاه إزاي، مش بمعايير المجتمع الدولي اللي يريد أن يفرض علينا شيء، لكن بمعايير ما يحدث داخل مصر. لا يجب أن نكون كالنعامة تدفن رأسها في الرمال، هذه ظاهرة موجودة في الجنسين الحقيقة، وعايزين أن احنا نتعامل معها بشكل عملي أكثر. نخرج فاصل وبعد الفاصل نقول لكم عملنا إيه النهاردة في المسرح القومي.